محمد. النية الثورية لهذا اليوم، وإن كان البعض يتوقع أنه كلام ثورة أو مصطلح ثورة هو لازم تخريب وحرق وهذا، لا، الثورة هو كلمة الحق بوجه الظالمين المفسدين. وإحنا اليوم أصرينا أن يكون هذا اليوم اللي هو يوم العاشر، يوم الثورة، يوم الإمام الحسين عليه السلام، أن ما يمر مرور عادي، يمر فقط لطم أو مواكب، وهذا هاي الأمور اللي ما تطرق لها الإمام الحسين. أصرينا اليوم ومو متفضلين، لا، من واجبنا أن يكون هذا اليوم مثل ما أراد الإمام الحسين عليه السلام، خط إنه نهج رسمنا طريق لازم نمشي عليه. شنو هذا الطريق؟ قال مثلي لا يبايع مثله. يعني شنو؟ يعني الحق لا يبايع الباطل، مثل بالحق اللي هو الشعب العراقي المظلوم، وفي بابل الشعب البابل المظلوم، والمتمثل بالباطل والمتمثل بالطاغية اللي هو قبيح منديل اللعين ومدير عام قتل بابل، هؤلاء المفسدين الخونة أعداء الإمام الحسين اللي الكثير من المواكب مقدستهم وجالتهم، ويصيحون لحجي واستاد وهو يقتل بالإمام الحسين. فإحنا حتى لا نصير مثل ذول المنافقين، جينا اليوم وأصرينا مع الخذلان، مع الخذلان، والدعوة مالتنا كانت شنو؟ حصراً قلنا أحرار بابل اللي ما عليهم سلطة لا من حزب ولا من تيار ولا من جهة ولا أحزاب ما أثر عليه ولا تاج راسي ما أثر عليه ولا واحد يتحكم به. دعينا الأحرار اللي بينا ما بين الله، شاف الإمام الحسين عليه السلام ثورة على الظلم والفساد، دعيناه إجا، والدليل أنتم مجيتوا. ليش؟ ما عليكم تأثير، ما عليكم سطوة. إيش قال الإمام الحسين عليه السلام؟ إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فارجعوا إلى أحسابكم وأنسابكم كما تزعمون، ورواية أخرى كونوا أحرارا في دنياكم. لأن الإنسان الحر يحكم عقله وضميره، ما يخلي واحد يجي قذر سافل حقير بساحة أو بغيرها ويقول له لا تطلعوا يا ذول اليوم، لا، يحكم ضميره، يقول أخوتي ذول اليوم علي من طالعين، يقول عندنا محافظ لعين مفسد ظالم، هذا المحافظ اليوم يوم الثورة الحسينية، الحسين ما رد بس ألطم، إيه ألطم. وقلنا إحنا البارحة ألطم بليلة العاشر، ويوم العاشر ثور، وردناها من البداية للخضراء، والبارحة كان إنهم مقررين إحنا نحيي الليلة بس، ردناها على مستوى العراق، وتوجهنا لكربلة وترجينا ساحة كربلة والموجودين، قالوا بس طلعوا ويانا بالموكب نكمل الموكب ونتفق حتى الصبح نطلع للخضراء ونحسن يقيل هذا الملعون ويقيل هذا القاتل المجرم. بس مع الأسف الساحات بيها ناس متنفذة من الأحزاب وبيها ناس مندسين ما قبلوا، بس احنا اللي علينا واجبنا، وقفنا قبال ابو عبد الله، قلنا له ابو عبد الله احنا جينا اليوم نمثل ثوره وجينا نريد ناخذ هاي الناس ونتوجه للخضراء، وبعض الخونة الموجودين ما يريدون، لان الاحزاب تقول له لا تروح، وحتى الشعارات المندسين يتحكمون بها. فاخواننا الاعزاء الاحرار الوطنيين سعانا انه تتوجه للخضراء، من ما صارت للخضراء خب مو نضل قاعدين بالبيت وناكل تمن وقيمه وهريسه وساكتين، ابد مو ذن اللي قال عليها الحسين، انا ما لي علاقه، الخطيب الفلاني، القيم الفلاني، الحج الفلاني يقول شعائر ما لي علاقه به، انا اخذ حج الامام الحسين الابي، واخذ كلام المراجع، واخذ كلام الصالحين امثال الدكتور الوائلي، المرجعيه، شيخ فاضل مالك مرجع، والحسين بنفسه قال الحسين اصلاح، الحسين ثوره على الظالمين، وذول الظالمين، شنو فائده لطم؟ ذول اللطمه وبابل كلهم كلهم، وهذا عندنا باسم الحسين يبوك، شنو فائدة لطمك؟ الحسين قال لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، لعش تريد أبو عبد الله؟ خرجت لطلب الإصلاح، آمرا بالمعروف أطالب بحقوق الفقراء، ناهيا عن المنكر. هذا المنكر، هذا المنكر اليوم مو بطل العرق، بطل العرق منكر صغيرون، الكبسلة منكر صغيرون، بس هذا المنكر الكبير
اللواط الزنا مو المنابر تدق عليه، هاي كلها ذنوب ما تصل الى شيء بسيط. هاي الذنوب اللي جاي يسويها قبيح منديل وغيرها، اللي قتل واحد كانما من يقتل نفسا بغير ذنب كانما قتل الناس جميعا. وقبيح منديل ومدير عام قتل بابل جاي يقتلون مئات من اهالي بابل والناس بس تلطم. متى يكون لطم هاي الناس اليوم الوزعته صحيح؟ لو منتظرين على هذا الفاسد وعلى هذا الظالم كان لطمهم صحيح. بس قسما بالله ومسؤول عن كلامي، الناس اللي ما تقفوا بوجه هذولا، وكلامي مو كلامي انا، كلام المرجعية وكلام الدكتور الوالي، كلام شيخ فاضل المالك المرجع، كلام الامام الحسين. ايش قالوا المرجعية؟ ايش قالت؟ المطالبين بالحقوق منه انتم؟ المطالبين بالحقوق شنو؟ كأنصار الحسين، كأنصار الحسين المطالبين بالحقوق. وذولا شنو؟ يزيد وربع يزيد اللي تدافع عنهم، والساكتين عنهم المنافقين المتخاذلين اللي لعنة الله على أمة سمعت بذلك ورضيت به. ورضيت به لو تلطم 7000 سنة. وانت من يجي قبيح منديل اهلا استاذ استريح، انت ضد الحسين وقاتل الحسين. كلام لاحد المراجع العظام على ذنب بسيط يذكره بالمجتمع، ما يجي قطرة في بحر من ذنوب قبيح منديل يقول هذا الذنب اشد على الحسين من جلوس الشمر على صدره وحزن. قال لان الحسين حز نحره وسبع عياله وانطى كل شيء من اجل الاصلاح، وهذا قبيح منديل وهذا اللعين جاي يقتلون مبادئ الحسين اللي هي اعز على الحسين من حياته ومن عرضه ومن وعيه، اشد من اعداء الحسين. فاخواننا الاحرار الوطنيين، احنا لو نجي ثنيا، هذا اليوم سمعت اقرا قصه يقول احد انصار الحسين اجى لقى المعركه منتهيه حاده والجيش كله منتشر، جيش عبيد الله بن زياد والخيم محترقه. قال لهم ها شكوا، قالوا له الحسين، قالوا له انت شنو؟ ما هم الجيش، قالهم انا جيت ناصر ابو عبد الله. هاي الخيم، قالوا له خيم عيال الحسين. يقول السيده زينب سمعت، قالت لهم شنو هاي المعركه؟ انتهت المعركه، هاي السيوف وبدا هذا يقتل ويشيل بها شنو؟ قال لها جا واحد من انصار ترحمت عليه السيده زينب والامام زين العابدين وراح بحسن عاقبه والله راضي عليه البيت، والتاريخ خلده الى يومنا هذا يذكر. هاي جاي تموت بباب المئات، احد يذكرها يعرفها؟ لان موتت الذل والهوان. اما انتم لا. ايش قد طلع الثوار؟ الاف بالحله. قسما بالله من زمره قبيح منديل كشفت عليهم احد ملفات الفساد، واحد بيهم قرايب ابو شيخ عشيره يتصل بي من درى الملفات واصلتني، علق تعليق رديت، قال شنو دليلك فاسد؟ قلت له هذا دليل، توني دزيت الدليل حذف كل شيء. طب لي دكتور انت علم وانت كذا وابوي ترى خوش، قلت له مو انطاكم هيك وهيك المحافظ؟ هاي السياره موديل منين جابها قبيح منديل وانطاك اياها؟ لان يقول دكتور احنا ترى كنا بالمظاهرات ودزنا صورهم بالمظاهرات وهاي. فالبدايات لمن؟ للكل. والبقاء لمن؟ الصادقين. هاي الوجوه، وقسما بالله هاي اعدادكم، وعن تجربه احكي لكم، هاي تهز الظالمين بس بشرط بمن؟ باخلاص واستمرار. لا تعبون، لا تملون، اثبتوا اثبتوا. تدرون لما تثبتون؟ اول انت من تخلي راسك على المخده اليوم، اجتك ليله العاشر ويوم العاشر، انت مو حالك حال الخونه، مو حالك حال المنافقين اللي تدعي حب الحسين وهي تقتل بالحسين ومهاتنا يزيد العصر. هذا الملعون الحسين من اعضاء برلمان وغيرها وشيوخ عشائر الساكته على هذا الظالم تنطبق عليهم زياره عاشوراء، لعنه الله على امه سمعت بذلك ورضيت به. فالاستمرار ونرضى الله ونرضى الحسين ويكون أهلنا وناسنا ببابل.
حتى اخواننا الشرطه ندافع عن حقوقهم، وان كانوا يسبون فينا واليوم واحد من عندهم على الاعلام يكفر، هو الله مفضل عليه ويستلم راتب يفشر على اعراضنا، واقدر انا اطلع اسمه بس ما اريد نصير مثله. عرض سقط ولا ما عرض؟ لا 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 ابد. احنا اخونا جاز عرض سقط. احنا بس من رصدكم احنا اللي تجاوز علينا الاجهزه الامنيه جاي نطالب انا الحقه والعائلته والاطفاله، وقسما بالله يجيبون نساهم وويل. احنا تعرفون بمدينتنا المظاهرات الخدمه كلها ابناء المدينه، حتى لاعدائنا من يتنخون بينا حاضرين، والله يجون بالمستشفيات ما يعرفك جندي ضابط ولا يعترف فيك، وحال الضيم الناس بالمستشفيات. والدليل عائلة عندنا بالحلة، مو أربعة ذولا أطباء؟ مو ألف ليفن من عائلة وكتلوه؟ فأخواننا الأعزاء أنتم هذا موقفكم مشرف، وإحنا مستمرين. هاي يا يوم يوم الأحد بدنا نطب للمحافظة، منه المنعنا للأسف الشديد أخواننا، ولأن نحترمهم حتى لا ما يحترموننا نحترمهم أخواننا، ما ردنا ما نسبب لهم اذيه ونطب هاي، ولا احنا منتهين من عندها الامور مستمتين. القيادات يا ابو بس ما صار حل، ما صار حل من نجينا واحترمنا القوات وردنا نروح البيت قبيح من ديل، وتدرون يوم الاحد ليش ما صعدنا العصر؟ احتراما لاخواننا بالساحه احترمناهم، لان قالوا العصر عندنا موكب، وثاني يوم ردنا نروح صارت مشكله بالساحه بين اخواننا اهل المحلات واخواننا اهل الساحه، اثنينهم اخواننا، وبسبب المفسدين صارت المشكله، وهذا الشيء مو صحيح ياذينا ويضرنا، لان ابناء بابل احنا المفروض كل احنا يد واحده. هم اجلنا وبعضكم يجوز ما قبل، بس لازم نحترم اخواننا. صح اليوم الساحه ما جايين، مو مشكله، احنا خدام للساحه وللشرطه ولكل مواطن بابلي. مطلبنا مشروع لو مو مشروع؟ مشروع. هذا فاسد لو مو فاسد؟ فاسد. هذا قاتل وفاسد لو مو فاسد؟ قاتل. فاذا مطلبنا مشروع، ونفس هذا المطلب قد طلعت عليه اعداد الاف وطالبت به اعضاء البرلمان كلهم. فاحنا اليوم نجدد مطلبنا ورفضنا للظلم والفساد، ورفضنا لهذا الفاسد بيا يوم بيوم الثوره بيوم الحسين. اكو ناس هسه مطبره تعبانه وراح نايم، قل له هذا لطمك وتطبيرك ما راضى عليك. اي والله احسن ابد. ليش؟ لان قالها الدكتور الفاضل المالكي، هم دكتور واكاديمي وآية الله العظمى مني ومن كل هاي اللي تطبر وتطمش. قال قال يصيح هاي هات من الذله، هو عايش بنص الذله. قال قسما بالله وهو مرجع، قال قلب الحسين يتقطع علما من اللي يجري بالعراق من عصابات المفسدين والناس ساكته عليهم. فاحنا نشكر الله اللي رب العالمين جعلنا وجعلكم مو من الساكتين على الظلم والفساد، مو من المنافقين. هواي ناس اليوم ويانا متظاهرين خوش وادم ما قدر يجي، تدرون ليش؟ لان الناس قاعده تلعن عشره محرم والناس لطم ومواكب. ما المظاهرات هي شنو هاي؟ من هو اللي قالها؟ قبل لا تصير قالها الرسول صلى الله عليه واله وسلم، ياتي زمان على امتي يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال كيف بكم اذا رايتم المعروف منكر والمنكر معروف؟ المظاهره وطلب الاصلاح باقاله المفسدين الظالمين اللي قال عليه الحسين منكر، لا تروح. واللطم والموكب اللي انا الطم بموكبه قاعد ويا قبيح من ديل ويا اللعين حسن فدعم الحراميه، هذا ابو الموكب الباطل والموكبه باطل، هذا معروف معكوس الحقائق. من هو اللي يشوفها الا من كان ذو حظ عظيم؟ هاي الناس الاحرار تشوف الحقيقه مثل ما شافها من هو؟ شافوها انصار الحسين اللي من ضمنهم مسيحي لا يلطي ولا يطبر ولا يصلي صلاة الليل ولا استغفر الله مولاي الجليل، مسيحي وبليلته الدخلة ما أخذ له وحدة ساكت تقتل. بليلته الدخلة سمع نداء الحسين، شلون اسمعه؟ بصيرته نظيفة مو منافق دجال. أطم على الحسين المفروض قبيح من ديل، من يطب له للمواكب، أهل المواكب المفروض تشبع نعد غندرة مو؟ لو كانوا صدق أصحاب مواكب
حسينية، بس ليسوا بأصحاب مواكب حسينية، وإنما مواكب يزيدية باطلة لعينة. من هو اللي يميزها هاي بس انتم؟ واللي قالت عنكم المرجعية أنصار الحسين. فأخواننا الأعزاء، إحنا عندنا تصعيد، التصعيد الخيار لكم. إحنا بعد من اليوم، وهذا يوم العاشر، نتعاهد بيناتنا هاي الجهة الموجودة. ما يهمنا أي حكي شعاط، العاط، الحزب الفلاني، التيار الفلاني، الناشط الكذائي، هذا المدري شو، ما يهم. إحنا ناس أحرار نريد نقيل هذا الملعون. عسى تظاهر، عسى ما نجي ونرجع نشوف المصلحة ومن هو اللي يقررها. أنتم ما دام كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بمن؟ ما أريد، ما أريد الناس الخانت اللي اتصل عليها شيخ العشيرة ومتصل عليها حسن فدعم قال له بعد لا تطلعون، دول هم ما نحتاجهم. احنا الاحرار، فنتعاهد بيناتنا نجي الخطوة. هسه الناس الموجودة المتفقين، عم الخطوة وين؟ اطلب للمحافظة القرار اللي يقررون ناس الاحرار الموجودين. هسه احنا هاي الوجوه الموجودة كلها نعرفها احسن من ما يجونا 2000 ما نعرفهم وبيهم مندسين. صحيح. وبيهم للاحزاب مثل ما بساحة الثورة. ايش قد اجت اعداد عمي؟ ايش قد؟ هلا سوت نتيجة البابل؟ ليش؟ بدون تنظيم وبدون اخلاص. وكان قبل من تريد تروح المحافظ قال لك اسكت اسكت، اريد نغير الدستور، اريد نسقط النظام. ولا سقطوا نظام ولا دستور ولا قالوا انه محافظ وبابل خرابه. فعم احنا هدفنا اليوم نريد نعمر بابل، واول خطوه لاعمار بابل اقاله هذا اللعين الفاسد الظالم المجرم الخائن عديم الخلق والاخلاق والضمير والانسان. سنت. ومن ثم هذا اللعين اللي للاسف الشديد انعاتب قائد الشرطه اللي قال هذا انقال، وتشذبوا على هالبابل وتشذبوا على المتظاهرين. بس نقول لهم احنا الامور ما تعبر علينا، قائد الشرطه طبينا وصلنا للباب، الطبه الثانيه ما تخلينا نطب نسحل هذا. يتهم قائد الشرطه بانه حامل مفسدين كعلي قوه، وتتوجه التظاهرات باتجاه قائد الشرطه. احنا نقول مثل ما قال ابو عبد الله، لم نخرج هذا اليوم ولا التصعيدات التي قبلها لا أشرين ولا بطرين ولا ظالمين ولا مفسدين. يسخل يسمعون القوات الأمنية، هذا أخينا ذا موجود بين القوات الأمنية اليوم الكفر بالله وقال نريد ننزل، نريد ننزل. كافي مظاهراتكم مراها، هو الله مفضل عليه ويستلم راتب. قسما بالله وحق هو الحمزة اللي جينا منه، الكروة مال السيارة انتقرضها. اليوم نعيف هذا التصعيد لأن ندري باكر دوام، وقبيح من قيل اللعين والأحزاب الوراء إذا شافونا أجلنا مرتين الخاطر الساحة، مو؟ أجلنا مرتين واليوم ما سوينا شيء وراحت هيجي، يقول لك الجماعة بردوا. أبد ما نبرد إحنا، إحنا بقلوبنا إن شاء الله حرارة وثورة الحسين إن شاء الله. ما نطلعينها بقامة وبزنجيل قدام الناس، موجودة بضمائرنا ونحولها إلى أعمال. والدليل هذا أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فإحنا لم نخرج أشرين ولا بطرين ولا ظالمين ولا مفسدين، إنما خرجنا لطلب الإصلاح في بابل المظلومة، بابل المخربة المهدمة المسروقة المسلوبة المنهوبة. بابل طبت لها بظل حكم قبيح من ديل اللعين 630 مليار. تدرون قبيح من ديل اللعين إيش سوى؟ خلي يسمعون خيوتنا القوات الأمنية، مستشفى عن نصدار، مجمع مي المحاويل عن نصدار، محطات الكهرباء، المدارس كلها عن نصدار. تدرون ايش سوى اللعين؟ بدل ما ينطل المقاولين فلوس ويقول لهم كملوا هاي المشاريع حتى تنفتح وتخدم اهالي بابل، قال لا، هاي عفوها على صفحه، لان كرار وصادق مدلول ماخذين حصتهم. ما مشي ذني، تعالوا عمي المقاولين، انطى مشاريع جديده من الصفر تبدي. الفلوس اللي انطاها المقاول تعال لك، اهم شيء حصتي. وبالدليل القاطع، خاف واحد يتوقع انا سولف فيه جزافا، بالدليل القاطع تعال ايش قد حصتي. احد المقاولين ماخذ مدارس قال لهم انطيت عموله وحس بيها قليله قبيح من دين وعرقلها من بغداد، قال الا تنطيني بعد. هاي المدارس الجديده والمشاريع راح يبنونها للنص،
هم الفلوس ما تكمل وتتوقف. بقت القديمة على النص والجديدة على النص، وبالمحصلة النهائية بابل. وأزود من هذا الفساد والظلم. فخرجنا لطلب الإصلاح وطرد المفسدين الظالمين، وهذا واجب ديني وأخلاقي ووطني وعشائري وإنساني. من هو القام بهذا الواجب؟ بس هاي تلم المؤمن القليل. والبركة بيكم إن شاء الله. أكو البعض أخطأوا، توقعوا الحسين زيارة، قالوا رجعنا من الزيارة تعبانين، إحنا زعلانين عليهم والحسين زعلان عليهم. فإحنا القرار إلكم. إحنا نيتنا هسه باب المحافظة، وهاي صار مرتين ولا فتات، خاف أحد ينتقدنا. خوش هاي ومطالبنا واضحة، ورئيس الوزراء أعلى الله مقامه. هذا على أساس بين أمريكي، بين تابع للمتظاهرين، بين مدري منين جاي، مو الناس الطب اللي هو راح لعلي خامنائي قال له سيد القائد، راح للترام قال له سيد الرئيس، اثنينهم السادة مالته. خوش. فالكاظمي اللي ينتظرون فرج الكاظمي، ذول احنا ما لنا علاقة بيهم وما نشتريهم. حشى السامع بن عال، لان ذول خونة باعوا دماء الشهداء وباعوا الثورة. الحد البارحة بكربلاء اقلهم يا يقول ها لا مو الناس مقتنعة بالكاظمي، تقول جاي يشتغل. عمي شو اشتغل الكاظمي؟ طاك وجبة. التقيت بوكيل قال 8 أشهر انطى، ويمكن بس مرتين طحين بالكلاس. قال المحافظين وعدنا ببابل معمل السكر، مكدسه بالسكر. يقول الدوله والله ما عندها. الدوله معقوله العراق هذا بالخير ما عنده فلوس؟ بس بجيوب من؟ بجيوب القبيح اللعين، قبيح منديل بجيب هذا. مستشفياتهم ويقولون خرابه مال بابل، مليارين عندها ما ادري ايش قد. العمل قد فلوسها مال الباصات، ايش قد فلوسها؟ بجيوب ذول اللعناء، قبيح من ديله وهذا اللعين متفقين. مو؟ اجانا العام الدراسي الجديد وراح يجينا فصل الشتاء، راح تغرق الشوارع، تغرق المدارس. طلابنا 3 دوامات و4، كل 4 و5 و6 برحلة. وقسما بالله طبيت المدرسة اللي تخرجت منها قبل فترة، طبينا نعثرها ونغسلها. بالمقدمة بالبداية قلت أكيد هيك مهجورة ومتروكة، كنسنا طبيت للصفوف. قسما بالله العظيم الفاجعة شفتها بالصفوف، قسما بالله تدم القلب. رحل تقول مال شوف يعني 1980 في عصر، لا حتى عصر الجاهلية ماكو هيك الصفوف والبن. يعني زين هذا الطالب شلون يدرس والاحزاب الملاعين على من يركزون؟ انتم وقفتوا الدوام، منعتوا المدارس. ما يقولون احزابهم اللعينه هدمت المدارس، فاحنا ما نتاثر بكلامهم. احنا من الان نبدا نعد العده ومصرين على اقالته. وخافك وجماعه يقولون ما ينقال، ينقال وثلاث ارباع حياك قسما بالله. اسمعوا متيقنين مثل ما الله واحد. يا الله هذا ينقال وهذا ينقال، واذا ما انقالوا متيقنين ينسحلون على ديقهم. تدرون ليش؟